حياتي غير بإيماني وأخلاقي. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين، نحن الآن في فقرة البرنامج العملي، وفقرتنا اليوم إن شاء الله حنجمع الطعام الزائد من أحد المطاعم بالتعاون مع مؤسسة إكرام النعمة، وإحنا الآن منتظرين مؤسسة إكرام النعمة يوصلوا بس، لأن إحنا وصلنا قبلهم، نحاول نتواصل معاهم نشوف فينهم. طبعا كل الشكر وكل التحية وكل التقدير لمؤسسة إكرام النعمة، أصحاب الفكرة الرائعة جدا. يعني أعتقد الكثير. السلام عليكم ورحمة الله، كيف صحتك يا طيب؟ أيش أخبارك؟ ألو، هاي أستاذي، وين قد أنتم إن شاء الله؟ يعني قريبين إن شاء الله؟ إحنا عموماً في الشارع الرئيسي منتظرينكم أمام المطعم. يلا الله يرضى عليك، إحنا في انتظارك. طبعاً الجماعة واصلين، قالوا دقيقتين إن شاء الله يكونوا عندنا. زي ما قلت لكم أحبتي المشاهدين، كل الشكر والتحية والتقدير لمؤسسة إكرام النعمة التي حقاً وحقيقةً تبذل جهود جبارة في جمع الطعام الزائد وتوزيعه للفقراء والمساكين. كأني بين أشوف الباب. يا مرحبا، السلام عليكم، كيف الصحة؟ أيش أخباركم؟ بسم الله توكلنا على الرحمن. احنا الآن داخلين إن شاء الله وحنجمع الطعام الزائد بالتعاون شباب حياتي غير بالتعاون مع مؤسسة إكرام النعمة. بس نخلص التنسيقات داخل المطعم، بعد إذنك. بس بسم الله ندخل المطبخ؟ ندخل المطبخ. السلام عليكم. كيف حالك يا والد؟ الله يسلمك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله؟ نحمد الله. الله يرضى عليك. سمعنا ان انتم متعاونين مع مؤسسة إكرام النعمة في جمع الطعام الزائد، يعني اشرح لنا ايش اللي تعمله بالضبط؟ والله بدل يعني الفكرة هذه جت يعني حلوة، انه بدل الاكل الفائض ما يروح القمامة، هذا يستفيدوا ناس اخرين فاعلين للخير ان شاء الله. نعم، وبجهود ان شاء الله مؤسسة إكرام النعمة يعني الفكرة هذه بتتم وبيوزعوا الفقراء والمساكين نعم. وايضا انتم لكم دور كبير حقيقة في ان انتم بتساعدوهم وبتجمعوا الطعام الزائد وتوصلوا لعندهم، وبعدين هم يقوموا بواجبهم. نعم، هذا دورهم، الدور الاكبر يعني، واحنا هكذا. نعم، الله يرضى عليك. عمل خير ان شاء طيب الله. احنا الان نشتيك تشرح لنا بس من فين حنجمع الطعام، طبعا هذا يعتبر الان طعام شبه زائد، ها؟ لا، هو يعتبر الان مش زائد. نعم، انما يعني نعم للزبائن. نعم، ونعطي منه يعني. اذا خيرا ان شاء الله. هيكون افضل مما يكون الساعة ما تقول. نعم، الزائد او يعني العقل. انا فهمتك، انت الان بتعطيه الزبائن نفس الوجبه، من نفس الاكل. نعم، من نفس الوجبه اللي تباع للزبائن يعني. طيب اذا خير ان شاء الله، هيكون افضل. احنا نشيل الان بس نجمعه نبدا نبشر عنا شباب ان شاء الله. يلا هي. يعني اصحاب المطعم زي ما قلنا حريصين ان الاكل يكون اكل نظيف وما يكونش اكل غير قابل للاكل، فالله يجزيهم الخير. و أنا حقيقة أوجه كلمة شكر لكل المطاعم اللي بتتعاون مع مؤسسة إكرام النعمة. طبعاً الأخ مشرف في المؤسسة، والأخ أيضاً من طاقم المؤسسة والأستاذ. نوجه أيضاً رسالة إلى جميع المطاعم اللي لم تعرف عن المؤسسة بعد، تحاول بقدر المستطاع أنها تتواصل مع المؤسسة، وإن بقي طعام زائد تتواصل معاهم وتوصل لهم الطعام بطريقة ما. والمؤسسة معاها أسر مسجلة، أسر فقيرة بتوزعها بخبرتها ومعرفتها. احنا الآن بس بنجمع طعام. فين الصحن الثاني؟ ها يا عادل، مساك يا أستاذي، وصل. بسم الله. ها
احنا الان حطينا الاكل في السياره في الباص الخاص حق المؤسسه ورايحين ان شاء الله نوزعه لبعض الاسر الفقيره اللي هي مسجله عند المؤسسه. بسم الله. ان شاء الله متوجهين الى الاسر الفقيره احنا وشباب مؤسسه كرام النعمه والمصورين وطاقم البرنامج كامل. الحقوا بعدنا ها انتبهوا توهوا. بسم الله. اسم حياتي غير ان شاء الله. جايين احنا مؤسسة كرام النعمة جايبين معنا كذا اكل بسيط ما هو قدركم ان شاء الله. ان شاء الله الله يرضى عليكم. ربنا يتقبل منكم. امين يا رب. اللهم امين. انتم اهم شيء لا تنسونا من خالص دعاكم ان شاء الله. الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. امين. الله أن يكون في عونكم يما ويوفقكم ويحفظكم ويرعاكم يا رب. الله كريم الله كريم. حالتنا هي تعبة والحمد لله رب العالمين عايشين. الحمد لله. صلى الله عز وجل يوفقكم ودائما المؤمن يكون إنسان صبور ويدعو الله عز وجل في السراء وفي الضراء. إن شاء الله إن شاء الله. طيب الله يرضى عليكم يما. احكوا لنا علينا وعليكم عن نفسكم كيف حالتكم كيف. والله ما حالتنا إن شاء الله ما يعلم بها إلا الله. إحنا يعني قد لنا عناء في السادسة سنة ما صرناش ندفع حتى الأجار ودكان برضو عنه والحمام مطبخ نطبخ أنا وحالتنا ما يعلم بها إلا الله. زوجي مسكين مريض يجسي مرض كله يعني ما جس إلا أسبوع ثلاثة أسابيع لا قدو بخير ورجع يعود له المرض. هنا نفسي حتى أنا مريضة ضلعي كلي وجيعة خلى على الله بس. ما فيش معكم طبعا اولاد كبار؟ ها اولاد كبار ما فيش معكم؟ ما بش بنت تخبتها الله معاها تحت السرير. قد معي البنيه البكر قد كبيره ما شاء الله عليها بنت 11 والثانيه بنت 10 في جده. طيب ما تلاقوش يعني الجيران بيتعاون معاكم بيساعدوا معاكم؟ ما فيش حد بيجي يتعاون معاكم؟ ما بحد والله الله بس وتبس روح على الزوجية ما نتفكوا تعبين مسكين حلو الله خرج دحين يعني لنا حق العشاء. جزاكم الله خير ربنا ان شاء الله ما يحرمنا. الله يهدي لكم العافية. الله ان شاء الله مقدم لكم. الله يستر عليكم. الله يهدي لكم العافية. ويبارك في ايام. امين. تفضلوا. ما هي قدركم ابدا يعني الله يستر عليكم. واكبر من هذا الشيء وتسامحونا على التقصير. جزاكم الله خير. الله مفعول لكم كمان انتم صرتوا مكة. الله يبارك لكم العافية. سنة من خالص إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا زي ما شفتوا أحبة المشاهدين وصلنا إلى أحد الأسر الفقيرة وقمنا بتوزيع الطعام بالتعاون مع مؤسسة كرام النعمة وحقيقة رأينا أن الأسرة هذه حالها يعني حالها سيء جدا يعني مستأجرين دكان. فحقيقة أدعو الله عز وجل أن يفرج همهم ويفرج كربهم. وأنا أدعو الجيران. إحنا تكلمنا عن حلقة كاملة عن الجار. اسأل عن جيرانك. حاول بقدر المستطاع أن تعرف إيش بيأكل جارك. يعني جارك مش لاقي حق العشاء وأنت بتأكل أحسن الأكل يا أخي اتق الله في نفسك. حاول بقدر المستطاع يعني خاف الله عز وجل واسأل عن جيرانك وكن أنت المبادر. ولا ننسى بأن نقوم بإكرام النعمة وجمع الطعام الزائد وإعطائه للفقراء والمساكين واحرص على أن يكون جيرانك وأقاربك هم الأولى بهذا المعروف. نلقاكم في الفقرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياتي غير بإيماني وأخلاقي أحد أصدقائي الأعزاء كان في عنده عرس فعزمني إلى هذا العرس. صراحة كان في وليمة كبيرة جدا جدا جدا. بعد أن انتهينا من هذه الوليمة تبقى الكثير من الطعام
فكلنا الشباب كامل كانوا متحيرين ايش اللي المفروض نعمله في هذا الطعام، هل نرميه؟ يعني الطعام كان كثير، يعني حتى لو جبنا مساكين ما كناش حنعرف نخليهم يخلص لك. فواحد من الشباب فاجأنا قال انا في عندي رقم احد من مؤسسة اكرام النعمة، المؤسسة هذه بتقوم بجمع الطعام الزائد وتوصله لأسر فقيرة. فأنا تفاجأت، هل فعلا في مؤسسة بتقوم بهذا العمل؟ كذلك في استطلاعنا اليوم كان في سؤال، برأيك ايش الاقتراح المناسب لحل مشكلة الطعام الزائد؟ فأحدهم قال ليش ما يعملوا مؤسسة تجمع الطعام الزائد؟ فهو فعلا في مؤسسة اسمها مؤسسة إكرام النعمة، واحنا اليوم حرصنا كل الحرص ان احنا نعمل مقابلة مع المؤسسة، واحنا الان مع الاستاذ المدير التنفيذي للمؤسسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله، الله يبارك فيكم. استاذنا عزيز، قبل ان نبدا في التعريف عن المؤسسة عرفنا بنفسك. حياك الله. المدير التنفيذي عبد القاهر سيف نعمان السفياني من محافظة تعز. المدير التنفيذي للمؤسسة من خلال 7 أشهر 8 أشهر. ما شاء الله مبارك. زي ما قلت لك، انا قلت لك كنت معزوم وتبقى الكثير من الطعام بعد الوليمة. نعم. فتفاجأت أن أحد أصدقائي يقول في مؤسسة تقوم بجمع الطعام وتوزع الأسر فقيرة. نعم. فأنا أتمنى أن الجميع يعرف أن هناك مؤسسة تقوم بهذا العمل. فعندك التعريف وعندك الكلام عن المؤسسة. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك، نسأل الله أن يكتب أجركم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مؤسسة إكرام النعمة من المؤسسات النشطة في الجمهورية اليمنية، ولها سعة في أغلب محافظة الجمهورية، بحيث أنها تقوم على عديد من المشاريع الخيرية المتمثلة في كفالة الأيتام والأسر الفقيرة والمشاريع الخيرية. وكذلك هناك عدة مشاريع متنوعة، ولكن من المشاريع الأساسية التي للمؤسسة وهو مشروع المطبخ الخيري. لدينا في المؤسسة مطبخ خيري، يعني أكثر من مطابخ خيرية يقوم على توزيع الطعام على الفقراء والمساكين. في اليوم الواحد ما لحدود 1500 فرد نغطي، بحيث أننا نأخذ الطعام من المطاعم ومن قصور الأفراح ومن الأماكن التي فيها تجمع الطعام، ثم نأخذ هذا الطعام ونقوم بتنظيف هذا الطعام بشكل نظيف وبشكل لائق، وبعد ذلك نقوم بعمل توزيع على الأسر الفقيرة. هناك لنا كشف ميداني، مسح ميداني، سواء في محافظة صنعاء أو في بقية المحافظات. فبهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نوصل الطعام إلى كثير من الأسر الفقيرة ومن المحتاجين. من ضمن هذه المشاريع مشاريع عدة، كما هو الآن سيهل علينا شهر رمضان، ومن هذه المشاريع مشروع إفطار الصائم، مشروع توزيع التمور، مشروع سلة رمضانية حيث يقارب إلى حدود 3000 إلى 4000 سلة غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجين. نعم، حدود ما يقارب 5000 إلى 10000 طن من التمور توزع إلى الأسر الفقيرة. كذلك المشاريع الموسمية، لدينا عندنا المشاريع توزيع الأضاحي، توزيع كسوة العيد للأيتام والأرامل والمحتاجين والعجزة. فمن خلال هذه المشاريع بإذن الله سبحانه وتعالى استطعنا إيش أن نعمل رقم معين لمؤسسة إكرام النعمة الخيرية. فلها فترة طويلة هي انبثقت الفكرة من مشروع بسيط، وهو أنه كان هناك مشروع جمع الطعام، واستطعنا من خلال هذا الفكرة أن تكون إلى مؤسسة خيرية ذات كيان وذات سيادة مخصصة، استطعنا من خلالها أن نقدم الكثير للأسر المحتاجة والفقيرة في اليمن. نعم، هذه الصورة الواضحة لمؤسسة إكرام النعمة الخيرية. أستاذ العزيز، أنت الآن تحدثت عن مشاريع حقيقة كبيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر فيها. آمين وإياكم إن شاء الله. من أين تحصلوا على الدعم؟ حقيقة الدعم هو مخفي، يعني في الداخل وهو في اليمن، يعني في أوساط المجتمع اليمني. كان هناك دعومة خارجية تأتي ولكن انقطعت كثيرا منها، لكن الآن أغلب الدعم يأتي إيش من الناس المتعاونين في أوساط البلد، مثل المطاعم، مثل المخابز، السوبر ماركت، الشركات، التجار، المحسنين، أهل الخير، هؤلاء الذي إيش يعني بعض الله سبحانه وتعالى إيش يعطونا هذا الدعم الخيري. منهم من يعطينا الدعم المعنوي، ومنهم من يعطينا الدعم المالي. فمن خلال هذه المشاريع نستطيع أن نتبنى هذه المشاريع جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أريدك أستاذ عزيز أن توجه رسالة لجميع المشاهدين. نعم. وخصوصة أصحاب التجار وأصحاب نعم. المطاعم ومن يعني بيكون لديهم أعراس وأفراح ومناسبات. نعم. رسالة أخيرة
وكلمة أخيرة بحيث يعرف الناس وجود هذه المؤسسة وكيان هذه المؤسسة، وكذلك لو تذكر أيضا أرقام المؤسسة. نعم، بخصوص نحن نذكر كثيرا من أهل الخير وممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال، نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافئ اليتيم في الجنة كهاتين. فمن خلال هذه المشاريع القائمة نبعث، ومن خلال هذه القناة أيضا ومن خلال هذا البرنامج نود أن نبين لكثيرا من أهل الخير ومن المحسنين ومن من الله عليهم بالمال أن هناك مؤسسة إكرام النعم الخيرية العاملة في أرض اليمن مستعدة لتقبل عطاياكم وهباتكم وأموالكم، وتقدم من خلالها المشاريع الخيرية المتنوعة المعروفة في 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 نظام المؤسسة. ومن خلال هذه المشاريع نستطيع أن نكون ونسعد بالفقراء والمساكين والمحتاجين. لذلك نبعث هذه الرسالة إلى كل أهل الخير سواء في الداخل أو في الخارج ليقدموا لنا المال وليقدموا لنا المعونة وليقدموا لنا الدعاء، لكي بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن ندعم هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأن هناك حاجة ماسة من الناس بحاجة إلى الطعام. بل يعني لو تنظر إلى مناظر كثيرة أن الناس يأكلون برامي القمامة، الناس يأكلون من أماكن التافهة. فنحن من خلال هذه المؤسسة نريد أن نعز هذا الإنسان ونعطي له الطعام بإذن الله سبحانه وتعالى على النقي والطاهر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر ويجمعنا وإياكم في جنات النعيم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وحقيقة العمل اللي بتعملوه عمل كبير جدا وفريد من نوعه. نعم، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جناته. نعم وإياكم إن شاء الله. والمعذرة أخذنا من وقتك يا سعد العزيز، لا تنسونا من خالص دعاكم إن شاء الله، ونحن كذلك سندعو لكم بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياتي غير بإيماني وأخلاقي ما أحلاها من لحظات يطرب القلب في جمالها ويعجز اللسان عن وصفها، حين تطرق بابا قد أصاب الجوع أهله فترى ابتسامة صادقة أنهكها الجوع والفقر، فترتفع يده ليدعو الله لك، فترى البركة والنور والسرور والنجاح يسير معك حيثما كنت، ويربي الله تلك اللقمة التي حفظتها وأكرمتها. فوا عجبا للقمة كانت قليلة فكثرت، فانية فبقيت، وضائعة فحفظت، فحفظك الله ورعاك. حياتي غير بإيماني وأخلاقي حديثنا اليوم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. نلقاكم في الغد إن شاء الله، ولا تنسونا كالمعتاد من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى ممشي وبسعى طول زماني. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى ممشي وبسعى طول زماني. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى نمشي وسعى طول زماني. على نهج الهدى الواضح ونوري ذو قرآني، على نهج الهدى الواضح ونوري دوم قرآني. أرى صدري بدا مشروح بداية خيري يا أخواني، بداية خيري يا أخواني. حياتي غير، حياتي غير، حياتي غير. هذا البرنامج برعاية MTN معك في كل مكان.